توحي الأجواء والتسريبات وترجيحات أعضاء في البرلمان العراقي بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد لا يتمكن من إكمال ما تبقى من تشكيلته الوزارية الجديدة التي أنهى منها 14 وزارة خلال الأسبوع المقبل، والذي يشهد جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء بسبب الخلافات الحادة بين القوى السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية. لحد الآن لا توجد توافقات بين الوزارات الثمانية، والصراع محتدم، خاصة بأن المحاصصة الطائفية ما زالت متجذرة، وتحاول بعض القوى السياسية التي اعتقدت بأنها قد خسرت الجولة الأولى أن تستمر في عملية الضغط لمحاولة الحصول على مقاعد في هذه الحكومة. وتتصارع القوى السياسية الفائزة بالانتخابات للحصول على ما تستطيع من مناصب، إذ لم تتفق الأحزاب السنية على مرشح لوزارة الدفاع، فيما يتمسك تحالف الفتح بمرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض، كما يسعى الكرد للظفر بوزارة الهجرة والعصائب للحصول على وزارة الثقافة، فيما فشلت مساعي حزب الفضيلة في الحصول على وزارة العدل. الوزارات الحساسة يجب أن تناط بكفاءات مستقلة ومهنية دفعا لموضوعة الاستحواذ على مؤسسات مهمة وخطرة تشكل مستقبل العراق ومستقبل العملية السياسية. وحتى الآن لم تفضي الحوارات الأخيرة بين الأحزاب السياسية وعبد المهدي إلى أي جديد فيما يتعلق بترتيب أسماء الوزراء الجدد للوزارات الشاغرة، فيما تزال كتل تحالف البناء معسكر نور المالكي وهادي العامري تصر على اسم الفياض للداخلية، وشقيقة زعيم ميليشيا بابليون أسماء سالم لوزارة العدل، وهو ما يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يمثل عقبة أمام الأحزاب الشيعية والسنية التي عاودت طريقتها القديمة في تبادل المناصب الحساسة في الحكومة. جميع التوقعات تشير إلى أن عبد المهدي لن يستطيع استكمال كابينته الوزارية في جلسة البرلمان المقبلة بسبب احتدام الصراع واستمرار الخلاف بين الكتل السياسية على ما تبقى من حقائب وزارية شاغرة. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.